معانا الأستاذة مي الصايغ على التليفون. مساء الخير يا أستاذة مي. مساء الخير لحضرتك وللمستمعين، وكمان بحب لكم كل عام وانتم بخير. للأسف يعني عم ترجع الذكرى اليوم بظل هالأوضاع الحزينة بسوريا وتركيا. إن شاء الله كل التقدم، ويعطيكم ألف عافية لحضرتك وكل العاملين بالقناة. أستاذة مي الصايغ، إيه الواقع عندك على الأرض؟ يعني اشرحي لنا من وجود حضرتك في المكان ومتابعتك لكل التطورات، إيه الموقف؟ نعم، للأسف مثل ما حضرتك كنت عم تحكي، كان في جهود كثير كبيرة لمحاولة البحث والإنقاذ. اليوم صارت يعني الفرص بالحياة وإنقاذ ناجين صارت كثير معدومة. يكاد يتوقف عمل فرق البحث والإنقاذ. هلأ نحن صرنا بمرحلة رفع الأنقاض، وهلأ بهيدي المرحلة رح يستتبعها مضاعفة أرقام عدد الضحايا للأسف اللي سقطوا بهذا الزلزال، إن كان بتركيا أو سوريا. اليوم الحاجات ماسة كثير على الأرض بظل غياب البنى التحتية بسوريا، انعدام الأمن الغذائي، غياب الفيول، انقطاع الكهرباء، بحاجة الناس لمأوى، بحاجة لمياه نظيفة، بحاجة لطعام، بحاجة لحرمات، بحاجة لتدفئة. اليوم الوضع كثير معقد بسوريا، والناس كثير بحاجة لتكافل وتضامن المجتمع الدولي. وشفنا نحن بالمنطقة سارع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي، نظموا حملة لدعم سوريا، والهلال الأحمر العراقي وعدة جمعيات وطنية تابعة للاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمساعدة أهلنا المنكوبين بسوريا. ولكن قد ما نحكي كل يوم تقييمات أولية، عملنا تقييمات أولية، بس كل يوم عم نشوف أنه حجم الأضرار عم بيكون أكبر، المطالب أكبر، الحاجات أكبر. كل دقيقة وكل لحظة في عم نشوف، يعني عم بتضح لنا حجم المأساة أكثر. فنتمنى أنه من كل الجهات أنه تقدر تساعد اليوم وتوقف حد سوريا، لأنه كل واحد منا بيقدر يعمل فرق، وكل جهود المجتمع أكيد إلا ما تقدر تبرسم جراح كل السوريين واللي عم بمروا فيه اليوم كمان أهلنا بتركيا. كل واحد فينا بيعمل فرق فعلا بأي مساعدة أو بأي طريقة بيساعد بيها، لكن هل فرق الإنقاذ لسه شغالة؟ يعني هل ممكن يبقى لسه في ناس موجودة تحت الأنقاض أحياء أو حتى أشلاء؟ ولا كده خلاص العمليات خلصت؟ للأسف تقريبا يعني هلا من حوالي النص ساعة، يعني كان في عم يقولوا انعدمت إمكانية استكمال أعمال البحث والإنقاذ، وهلا عم بيركزوا أكثر على رفع الأنقاض. أكيد شفنا بتركيا صار في معجزات، صار في أطفال، ناس خلقوا جديد، حديثي الولادة، يعني سيدات ورجال كبار بالسن وقدروا أنقذوهم. ربنا يكتب النجاة دايما بتركيا، ربنا يكتب النجاة دايما لكل بتركيا الأحياء. الوجود. نعم، بقول ربنا يكتب النجاة يا رب لكل الأحياء، زي ما فيها بنقول أكيد ألف رحمة لكل اللي رحم. أكيد لكن هي الحاجات وقفت علشان نقص أو إن إحنا عايزين إمكانيات علشان نفضل ندور، ولا لأنه خلاص يعني خلاص حصل مسح شامل لكل الأماكن، يعني بسبب نقص الموارد ولا خلاص؟ تأخر أكيد هن الأسباب مدام مجتمعة، نقص الموارد، نقص عدم وجود الآليات لانتشار الضحايا وإغاثة الناشئين. هيدا التأخر بالوصول إلى المناطق بسبب ضعف البنى التحتية والطرقات تقطعها، بسبب العاصفة اللي كانت موجودة. للأسف كل هيدا الأسباب مجتمعة اليوم عقدت العمليات الإغاثة بسوريا وجعلت فرص البحث عن ناجين وإنقاذهم كثير أصعب. يعني حضرتك بتطالبي بدورك كحد مسؤول عن الإعلام في الصليب والهلال الأحمر، بتطالبي بإيه علشان ما يبقاش إن احنا وقفنا عن البحث في الأنقاض، وإن احنا نبحث لو في أي مكان حتى لو فرد لسه حي يبقى احنا عملنا معجزة؟ إيه اللي لسه محتاجينه أو إيه اللي حضرتك بتطالبي بيه علشان العمل يبقى مستمر؟
اكيد نحن بنتمنى اكيد جهود الانقاذ تضلها مستمره، بس هيدي حسب تقدير الخبراء في صعوبه لها. اليوم الحاجات الاساسيه هي الطعام، هي توفير الحرمات، التدفئه والاسعافات الاوليه والعلاج الطبي لكل الاشخاص اللي تضرروا. يعني نحن كثير صعبه هيدا كمنظمات انسانيه وكشخصيا، وقت قولي انه تتوقف فرق البحث والانقاذ، بس للاسف في معايير معينه وفي نافذه زمنيه معينه بتتابع فيها اجهزه البحث والانقاذ. اليوم للاسف بسوريا هيدا الوضع عم يتعقد، وكل ما عم يزيد الوقت وخاصه بسبب يعني البرد القارس بسوريا بهالوقت في كثير صعوبه في البحث عن ناجين وانه يكونوا بعدهم ناجين وعلى قيد الحياه. المطالب الاساسيه الحياتيه يعني لا يقدروا يحفظوا، هلا انت بدك ملاجئ، بدك تدفئه، بدك غذاء، بدك دواء، يعني كل هيدي القصص مجتمعه. ونحن عندنا تخوف كبير من تفشي وباء الكوليرا بسوريا اذا ما بيكون في استجابه مستدامه وبيردوا على هيدي الحاجات بالوقت المناسب. يعني بنكون انتقلنا من مرحله الزلزال لمرحله تفشي الكوليرا بشكل اكبر. طب يعني احنا بنعتبر نداء حضرتك ده استغاثة متجددة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي نفس الوقت لمتطلبات الحياة في سوريا من تدفئة وأدوية وأكل وكل التفاصيل الحياة. ياريت كل الناس يعني محتاجة مجهود مضاعف ومحتاجة عطاء مضاعف. وقلوبنا مع سوريا ومع حضرتك أستاذة مي الصايغ، بنشكرك ويا رب إن شاء الله ربنا دايما يبقى مع سوريا ويبقى فيه لطف كبير ورحمة كبيرة من ربنا بالناس في سوريا وفي تركيا.